الانفرادة قال انفرادة صاير يتباهب لبسال قرابة طالع الثالث في دم سخافة والله ناقص طاولة حد مجنونة العالة 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 نشرك سوريا بتحدى الكورونا يا بيت الاسد يا بيت الاسد تهبط طفالك يحكمها البالك قل وارحل بيك ولادك قل وارحل بيك لك هونا يا آل الوحش يا آل الوحش لك حلو عداك ويسم طالش في جيبي جانا بشار الجاحش شغل القهايب بالبطالو